اهلا بيكم في قناة وحيد صابر. اشترك بالقناة واعمل شير ولايك للفيديوهات، لكن التعليقات للأسف مفيش وقت للتعليقات. زمان يا جماعة كان لما واحد عايز يبعت حاجة لحد كان بيستعمل البريد أو زي ما بنقوله البوسطجي، ويبعت رسالة عن طريق البريد. بعد كده اتطورت الدنيا، بقي في حاجة اسمها الموبايل، وبقى في المسج، وبقى في البريد الإلكتروني أو الإيميل. ده مش موضوعنا. موضوعنا النهاردة احنا هنبعت الرسالة عن طريق حاجة جديدة او خدمة اتصالات جديدة، وهي مع القمر. هل ينفع ان احنا نبعت رسائلنا مع القمر؟ ده اللي هنشوفه واللي هنعرفه من خلال اغنية وشاعر غنائي قمة في الرومانسية اسمها سلم لي يا قمر عليها. وتعالوا ندخل ونشوف كلمات الشعر. سلم لي يا قمر عليها وقول لها وحشاني، وصل سلامي ليها وأشواقي وحناني. السلام يا قمر أمانة وحياة سهرك ويانا، قل لها تفضل فكرانة وبوس لي يا قمر إيديها. سلم لي يا قمر عليها، سلم لي يا قمر عليها وقل لها وحشاني. وصل سلامي ليها وأشواقي وحناني، سلم لي يا قمر عليها. شقر عليها كل ليلة ونس يا قمر وحدتها، عايزك يا قمر كل ليلة تقولي على كل حاجة قالتها، وتحكيلي على كل اللي بيها. سلم لي يا قمر عليها وقول لها وحشاني، وصل سلامي ليها وأشواقي وحناني. سلم لي يا قمر عليها، سلم لي يا قمر عليها. أنا وهي في الدنيا ملناش غيرك حبايب تانية، اوعى تغيب يا قمر عنها ثانية، خليك تملي قصاد عينيها. سلم لي يا قمر عليها، سلم لي يا قمر عليها. ويا رب الغنوة تعجبكم ونشوفكم في حاجة جديدة.